فاكرين المشهد بتاع العبقري الراحل أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة اللي هو كلنا فاسدون لا استثني أحدا؟ فاكرين المشهد ده؟ ده أكتر مشهد بينطبق حاليا على سوق السيارات في مصر. لو اتكلمنا على الوكلة هنلاقي إن هم بيحطوا تسعير العربيات مش موجودة فعليا ومش فاتح عليها باب الحجز، ومعظم الشركات بتجيب عدد عربيات محدود وبتطلعه كله للموزعين. ولو اتكلمنا على الموزعين هنتفرج على الأوفر برايس الرسمي اللي بيتحط بالستيكر أو بالورقة اللي عليها ختم شعار حماية المستهلك من تحت، وخدمات إضافية بأسعار غير منطقية وتلاعب على القرارات وكل حاجة، ويقول لك الحجة بتاعته أو اللي احنا عارفينها إن العدد بقى قليل فأنا بحاول أعوض الخسارة وعوض المصاريف اللي كانت بتتحط على عدد العربيات الكبير فانا بحطها على العدد الصغير. والكلام ده منطقي، ولكن الاوفر زاد قوي بقى هو اللي مش منطقي. يعني لو كنا بنتكلم في 5% 10% النهارده الاوفر وصل لارقام مهوله وارقام مرعبه حرفيا. ولو جينا على المستهلك نفسه بقى فهنلاقي ان المستهلك ده قصه تانية لوحده، بيتخانق عشان ياخد العربيه بالسعر اللي هو حاجز بيه ويستلم بالرسمي، واول ما بيطلع بيها من المعرض حتى ما بيمشيش بيها، ممكن وهو لسه جوه المعرض يكون مصورها ومنزل عليها اعلان وحاطط برضو عليها اوفر. الفتره اللي فاتت عشان الواحد برضو ماسك ادمن كذا جروب فبيجي لنا اعلانات البيع دي. يعني في واحد مثلا حاطط الكيا سبورتج الجديده الفئه الثالثه طالب فيها 1,070,000، طالب حوالي 400,000 جنيه اوفر على العربيه. شوفوا احنا بنوصل لفين، المستويات بتاعتنا بتتطور يعني بتعلى. واحد تاني عارض كيو 7 حاطط عليها 1,000,000 اوفر، طالب فيها 2,900,000 جنيه رغم انها رسمي 1,900,000. حاجات على فكرة المعارض تخجل انها تعملها، وانا بضرب لك مثالين بعاد عن بعض يعني السبورتج والكيو 7 عشان تعرف انها على كفة الأصعدة. ده طبعا ناهيك عن المهازل اللي بتحصل من تجار المرسيدس. المرسيدس النهاردة اسعارها الرسمية تعتبر متميزة جدا، ولكن فعليا مفيش الكلام ده خالص، الاوفر فيها برضو بيوصل للمليون وساعات بيعدي. وتلاقي بقى المستهلك الناصح اللي مش بيبيع لك زيرو، بيبيع لك عربيه 21 ولا 20 ولا 22 ومستعمله وركبها خلاص براحته، وقع قدام ايدي كده واحد بيبيع عربيه سوبرب مش عارف ماشيه كام و 30,000 كيلو في 8 شهور، والتناكه بقى اللي في الاعلان مش منه لوحده، من الناس كلها اللي هو يقول لك يعني اعرف سعر العربيه كام قبل ما تتكلم وتقرفنا. اللي انتوا فاهمين انتوا واخدين بالكم ان احنا واصلين لفين؟ ده هو بيبيع لك بالسعر ده وبيتنك عليك وهو قرفان منك اصلا. يعني هو ما بصش لعربيته اللي ماشيه كام و 30,000 كيلو في 8 شهور، كاتب ان هو مغير الاربع فرد كاوتش، يعني العربيه اتهرت بلالين ومطبات فالله اعلم العفشه والجنوط وضعها ايه، وكمان هو جايب السبورت لاين وفرحان قوي ان هو مركب لها فرش جلد احمر يعني غطى الفرش الالكنتارا اللي نزل في العربيه، ضيع ضمان الاير باجز اللي فيها، وفوق ده كله بيتنك عليك وطالب فيها مش عارف 1,200,000 تقريبا او حاجه زي كده. مهزلة يا جماعة. طيب ايه الحلول اللي احنا نعملها عشان الدنيا تظبط تاني او تبتدي حتى تاخد الطريق الصحيح للإصلاح؟ احنا كمستهلكين اعتقد ان هيبقى برضو ايه صعب ان انا اجيب واحد بالمنتاليتي اللي عارض عربيته وطالب اوفر 400 وابتدي اتكلم معاه، ما هيقول لي انا هبيعها دلوقتي بكام وهعرف اشتري بكام، مع ان هو اصلا العربية لسه زيرو، انت ما يعني اكيد ما اتزنقتش اول ما اشتريتها، انت بتبيع لمجرد البيع، انت واخد النهارده العربيه استثمار، لازم الفكره دي ترجع تضمحل او تختفي. تختفي ازاي؟ ان العربيات هتتوفر. طيب العربيات مفيش امكانيه ان احنا نوفرها زيرو. ازمه الانتاج العالميه الموجوده فعليا اللي اوعى تصدق اي حد يحاول يسوق لك فكره تانية انها مش موجوده وان العربيات متوفره بره مصر وان الدنيا ورديه وجميله، مفيش الكلام ده ولا في اوروبا ولا في الخليج، بس كل عربيه على حسب الطلب اللي عليها. فوجود الازمات دي واستمرارها، سعر الدولار اللي بيعلى عالميا، الخامات اللي بتقل، الامكانيات اللي بتقل في التصنيع بره، كل ده مخلي الانتاج اقل من اللي كان معتاد قبل كده، مع قيود الاستيراد والحاجات اللي عندنا فهيخلي العدد الزيرو اللي جاي من بره قليل. اي حد برضو يروح يصور لك العربيات اللي في المينا، معظم العربيات دي بيرجع يتعمل لها اعاده تصدير لان ما بيقدروش يدخلوها بسبب الحوارات بتاعت نموذج 4 والاعتمادات المستنديه والكلام ده كله. طيب لو حاولنا بقى نفكر في حلول بره منظومه الزيرو هنعمل ايه؟ لازم بقى في الحاله دي الحكومه تتدخل وتبتدي تاخد خطوات جديه في اي اتجاه تاني عشان فك الازمه دي، نفتح اي باب للناس تتنفس منه. حط قيود زي ما انت عايز بس افتح لهم منفس، افتح لهم بوابه كده، أنبوبة أكسجين يتنفسوا منها. إحنا ليه ما ندخلش العربيات مستعملة 3 سنين فرق موديل؟ ياريت نعملها وحط عليها يا عم حظر بيع 5 سنين بس اسمح للناس إن هم يجيبوا عربيات مستعملة، هتفتح أزمة كبيرة قوي لأن النهاردة المستعمل بقى برضو غير منطقي، والناس زي ما بقولك حجتها أن النهاردة هبيع بالسعر العادي وهشتري بالسعر اللي بالأوفر فأنا كده اللي بتظلم،
فانت مش هتقدر ترد عليها تقول له ايه. انما لما تفتح انك تجيب المستعمل من اوروبا مثلا 3 سنين حتى لحد 2019 2018 هتفتح منفذ كبير، كل ما هتوفر عربيات كل ما الطلب اللي على العربيات دي هيتم استيفاؤه، وبالتالي السعر هيبتدي ينزل للنطاق العائل، النطاق المعقول. ارجع في القرار بتاع السيارات الكهرباء المستعملة 3 سنين، القرار ده كان اتقفل عشان خاطر العربية اللي هتنتج وتجمع محليا، وهو المشروع بتاعها وقف. يعني لو بحجة حماية الصناعة المحلية فهي مش موجودة، الصناعة المحلية بتحمي ايه حضرتك؟ افتح تاني للناس ان هم يجيبوا كهرباء مستعمل 3 سنوات، بلاش الكهرباء، خلينا في البنزين كخطوة اولى. البنزين ده لو اتفك الدنيا هتفتح قوي. وزي ما بنقول حط القيود اللي انت عايزها، حط اشتراطات سلامة وامان زي ما انت عايز، وان كانت يعني اشتراطاتك ايا كانت مش هتبقى افضل من اشتراطات اوروبا. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها سيارات المغتربين، اسمح للناس ان هم يجيبوا عربياتهم، على الاقل خلي للمغترب لو عربية كل 5 سنين، او حتى خليها اللي بيبقى عائد عودة نهائية، افتح له الموضوع ده بحيث ان هو يجيب عربياته حتى بسعر العربيات الاوروبي. احنا طبعا عارفين ان اتفاقية الشراكة الاوروبية بتطبق على العربية لما تكون منشأ اوروبي وجاية من ميناء اوروبي بشهادة يوروان على مصر مباشرة. اللي بيبقى جاي من الخليج حتى لو اوروبي بيدفع رسوم زيه زي الاسيوي. يعني انا النهاردة لو راكب عربية اكتر من 1600 سي سي انا حرفيا بدفع دم قلبي عشان اعرف اجيبها، وبالتالي الناس ما بتجيبهاش وبتباعها بره. طب ما تخليه يجيبها بالسعر بتاع الاوروبي، بدل ما يدفع 223% ولا يدفع 278% يدفع 61%. وانت ولا اشترط عليه حتى ان هو يدفع الفلوس دي بالعملة الصعبة، هو قاعد في الخليج مش هيبقى عنده الموضوع ده مشكلة، اقول له ادفع ورد لي الرسوم كلها بالدولار، هتفتح مجال. بدل ما انت قافلها وهو بيبيع بره وما بيجيبش العربيات، افتح له منفذ يدخل عليه بقيود وبقواعد معينة، وتبقى انت مستفيد وتبقى الموضوع وين وين سيتويشن. نحاول نوصل لحلول عشان نفك الأزمة دي، لأن لا حماية المستهلك هتقدر تعمل حاجة، ولا منع الاحتكار قادر يعمل حاجة، ولا التاجر اللي النهاردة بقت مصاريفه زيادة قادر يعمل حاجة ومكاسبه قليلة فبيحاول يعوض العربية الواحد بيشيل عليها مكسب 30 عربية، ولا أي حد هيعرف يعمل حاجة. طول ما المنتج الأساسي مش موجود، طول ما العربيات هتفضل غالية وهنفضل في هذه الدائرة المغلقة، فنحاول نكسرها بأي حل تاني. ده اقتراح، اتمنى ان انتوا لما تشوفوا الفيديو نتناقش برضو في التعليقات ونشوف يعني رأيكم ايه في الموضوع ده.